دير بالك بالنظر للودود سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا كان كل ده في الدنيا، طب النظر للودود هيعمل في قلبك إيه؟ تخيل أنت تقف بين يدي الودود وترى الودود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام، وأنت واقف بين يدي الودود والوديد بيقول لك يا عبدي إني راض عنك، يا عبدي إن وانت ترى الودود، انت متخيل الودود يا جماعه، املى قلبك بقى بالشوق يا اخي، املى قلبك بالشوق. الودود في الجنه سبحانه وتعالى. شوف الودود يعمل ايه في الجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الجنه: قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. كمال الود. انت في الدنيا انا عايز حاجه وانت عايز حاجه، مسافرين مع بعض نتفسح، انا عايز العب كوره وانت عايز تتعشى، فاحنا مش مبسوطين. لكن في الجنة الودود قلوبهم قلب واحد. انا نفسي في كذا، يبقى كلنا نفسنا في نفس الحاجة، بس انت بعديها نفسك في كذا، يبقى كلنا قلوبهم قلب واحد. شوف الودود في الجنة: يشتاق الأخ إلى أخيه في الجنة، فيقرب الله سرير هذا من سرير هذا، فيقول الأخ لأخيه: أتذكر متى غفر الله لنا؟ فاكر ربنا غفر لنا إمتى؟ فيقول له: نعم، يوم كذا وكذا، وكنا بنعمل كذا وكذا. ده إيه، مش من الودود؟ الذين آمنوا، الآية تقول لك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لو ولادك أو عيلتك في منزلة أقل منك في الجنة، أنت فوق وهم تحت، ألحقنا بهم ذريتهم. ليه؟ أليس ذلك من الودود؟ كل دون يا أخوانا، عرفتوا الآية وحلاوتها اللي بتتكرر كتير في القرآن؟ من الودود وانت مش حاسس. على سرر متقابلين. أهدي من عايز رأيي أنا شخصيا، لو تسألني إيه أكتر حاجة نفسك فيها في الجنة، لمة الأحباب ولمة الناس اللي حبيناهم ولمة العيلة ولمة أبويا وأمي وولادي ولمة مراتي ولمة صحابي ولمة الناس اللي اشتغلنا مع بعض للإسلام، ملمومين مع بعض في الجنة، قاعدين على الأنهار وداعيين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقضوا معانا هذا اليوم، وحناكل مع بعض وننزل الأنهار مع بعض، ويكلمنا ربنا سبحانه وتعالى على سرر متقابلين. الودود ولا مش الودود؟ طب خليني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خليني أقول لك حديث عجيب قوي، ترى فيه الودود، يتجلى فيه الودود على مين؟ على آخر واحد طالع من النار داخل الجنة. حتى مع ده شوف الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يمشي على الصراط، فينكب طارة ويسقط طارة ويتعلق طارة حتى يجتاز الصراط، متبهدل حتى يجتاز، وتسفعه النار طارة، بقيت الحديث، حتى يمر من النار فيلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، ثم يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي الأولين ولا الآخرين. إنه هو طلع من النار، هو ده أفضل حاجة. فبينما هو كذلك، بص الودود، بص: فترفع له شجرة فينظر إليها فإذا هي جميلة جدا وعليها أكل وطعام وماء وأشجار، دي برة الجنة، فيقول: يا رب أسألك أن تدنيني من هذه الشجرة ولا أسألك شيء بعدها، بس أقربني من الشجرة دي. فيقول له الله: يا عبدي، أرأيت إن أدنيتك من هذه الشجرة لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول: أعاهدك ألا أسألك شيئا بعدها. فيدنيه من الشجرة. بص الودود، واحدة واحدة. فبينما هو مستظل بظلها يشرب من مائها، ترفع له شجرة أخرى. طب مين اللي رفع له الشجرة الأخرى؟ فينظر إليها فيستحي، ثم يقول: يا رب ادنيني من هذه الشجرة. فيقول له الله: عبدي، ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول: يا رب ادنيني من هذه الشجرة ولا أسألك شيئا بعدها. فيدنيه من هذه الشجرة سبحانه وتعالى، فيقول له: ولكن لا تسألني شيئا بعدها. فيشرب من مائها، فترفع له شجرة ثالثة، فيقول: يا رب ما أنت اللي بتعمل معاه كده، هو ربنا عايز يدخله الجنة، بس بياخده واحدة واحدة. شايف العطف والحنان والرقة فيدنيه من الثالثة، فترفع له شجرة عند باب الجنة، فيقول: يا رب ادنيني من هذه الشجرة.
فيقول له الله: ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ يا ربي لا أسألك شيئا بعدها. فيدنيه من الشجرة الرابعة فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب الجنة الجنة يا رب. فيقول له الله: يا عبدي ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول له: يا رب ليس لي أن أستغني عن فضلك، أروح فين من فضلك؟ أدخلني الجنة يا رب. فيقول له الله: لك في الجنة مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، ولك فيها ما اشتهت عينك وطابت نفسك وأنت فيها خالد. فيقول العبد: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول له الله: ادخل الجنة فخذ ما أعطيتك. راوي الحديث بعد ما روى الحديث ضحك، فالناس قالت له: بتضحك ليه؟ قال: لأن رسول الله ضحك. فقلنا له: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك الله من هذا العبد. الودود. ها يا أخونا أنا خلصت، لكن بقي إيه؟ كيف نحيا باسمك يا ودود؟ أخونا توددوا إلى الله سبحانه وتعالى. أول حاجة روح لربنا بمنتهى الحب، املأ قلبك بحب الله، أحب الله من كل قلوبكم. اثنين، خلي عندك يقين شديد أن الله يتودد إليك، اوعى تنسى الحكاية دي. ولما الدنيا تشد عليك قل له: يا ودود يا ودود، وروح اشتكي له همك وفضفض واحكي وقل له: ماليش غيرك، ده أنا تعبان، ده أنا عايز كذا، ده أنا نفسي أعمل حاجة للإسلام، خايف بعد رمضان أقع، ابني يا رب ابني ماليش غير، وحافظ لي عليه يا رب. روح يا أخوانا، روح روح روح. النقطة الأخيرة: كن ودودا مع الناس. عايزين يا أخوانا، عايزين الزوج الودود مع زوجته. إذا كان الله يسمع إلى عباده، الستات مش هتسمع للرجالة ويتفضفضوا لهم؟ الراجل اللي بيروح بيته يقول لها: أنا مش عايز أسمع حد دلوقتي، يا عم دي الفضفضة دي هي عايزة تفضفض. كن ودودا، تعلم الود. كن ودودا مع زوجتك، كن ودودا مع عيلتك. لو أنت مدرس كن ودوداً مع الطلبة واهتم بيهم غير معاد الدرس. لو أنت صاحب شركة كن ودوداً مع الموظفين وطبطب عليهم واسأل عليهم. لو أنت ضابط شرطة كن ودوداً مع الناس وعاملهم برقة وعطف. اتعلم من نبيك الود مع الناس. شوف النبي يجيله قبيلة أسلمت اسمها أسلم، يقول: أسلم سالمها الله. اختار الكلمات الودودة. يجيله قبيلة اسمها غفار، يقول: غفار غفر الله لها. يجيله أهل اليمن يقول لهم: يأتيكم أهل اليمن أرق أفئدة. يجيله عكرمة ابن أبي جهل فيقول لهم: يأتيكم عكرمة. فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يجيله صلى الله عليه وسلم طلع الكلمات الحلوة. يجيله تعرف تبقى كده، تعرف تبقى ودود. وتعلم منه، اتعلم منه سيدنا علي بن أبي طالب. يروح سيدنا علي يدعو قبيلة همدان في اليمن فيسلموا على طول، فيقول لهم كلمات حلوة قوي، فيقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. تعرف تبقى ودود، تعرف تبقى وشك مبتسم، تعرف تبقى ودود، تعرف تبقى دي سجية لغاية ما تبقى ودود حتى مع الجماد. شوفوا النبي: أحد جبل يحبنا ويحبه، ويمسح عليه ويقول له: أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. الودود ثلاث حاجات: تروح للودود الليلة دي وتشكي له همك وتحبه بملء قلبك، توقن إن هو يتودد إليك، كن ودودا مع الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إني داع.